يمكن أن تستغرق الطبيعة دهورا من السنين لتصنع صدعا جليديا ضخما، لكن انتبهوا لهذا الصدع الذي يخرج بين يدي هذا الفنان خلال أيام قليلة. يدعى إدغار مولر، وهو يترك بصمته في الشوارع منذ أن كان في 16. إنه متخصص في الأعمال الفنية العملاقة التي تبدو ثلاثية الأبعاد. أستخدم التحريف في الرسم الثلاثي الأبعاد. كلما ابتعدت وجب أن يكون الرسم طويلا. تقوده الأسلاك نحو نقطة واحدة. إن نظرنا إليها من زوايا مختلفة تبدو تحفة مولر الفنية كأنها ليست أكثر من شرائط من الطلاء. لكن ما إن تقفون في البقعة الصحيحة حيث تلتقي الخطوط حتى يصاب دماغكم بالارتباك والحيرة، لأنه سيرى عمقا ومادة غير موجودين في الحقيقة. كل الخطوط العمودية تتجه نحو أقدامكم. هل هذا كهف؟ إنه كهف صحيح. أغمض عينا واحدة عندما تنظر عبر العدسات، هذا أفضل. إن التصوير المتقطع من النقطة الأفضل يظهر كيف أن كهفا باطنيا ضخما يظهر في أحد شوارع لندن في 3 أيام فقط، ويكتمل المشهد بشلال يصب فيه. يقول إدغار إنه يحب أن يستمتع الناس بأعماله. عليهم أن يتظاهروا بأنهم يسقطون. تظهر الصور مدى إمكان خداع العين.